أهم المعايير المشتركة في التقارير العالمية المتعددة عن اختيار طبيب الأسنان الأفضل وتجارب مرضى آخرين وشهادتهم على مدى الحرفية والجودة واحتواء خوف المريض وألمه، ومنها الاطمئنان على اطلاع الطبيب على الأبحاث والتقنيات الحديثة، وأن يتم الفحص باستخدام الأجهزة الدقيقة والأشعة القادرة على كشف أي تلف، كمان رصد درجة النظافة والتعقيم في العيادة أو الصرح الطبي المختار، وأن التكلفة لا يصح أن تكون معيار الأفضلية، لأنه قلة التكلفة ممكن يكون معناها رداءة الخامات المستخدمة وعدم حل المشكلة يضطرنا لزيارة طبيب آخر، وده معناه تكاليف مضاعفة. وأخيراً درجة حرفية واهتمام طاقم العمل بالعيادة واحترام المواعيد والالتزامات. أهلاً بيكم. في حاجتين دلوقتي بقوا عاملين خطورة على سنان البشر من ضمن ال 500,000 حاجة، يعني مش هم دول بس الـ أول حاجة الفيديوهات أو السوشيال ميديا، والفيديوهات اللي فيها نوع من أقول إيه عدم التركيز، لأنه ساعة لما يكون إنسان في حالة سعادة في حفلة مع أصحابه، في حاجتين في الغرب بقى، في كمان كارثة اسمها الكحول، إنه ناس بتشرب ودي نصيبة سودة فبيفقد اتزانه، وبعدين بيصور، فهو بيصور، هو مش مركز في هو فين اللي حواليه، صاحبه جنبه، هو بص للكاميرا، مقرب من حد مقرب منه، فبسهولة شديد هو في حتة خطرة، بيتحرك فين بالظبط، عينه على الكاميرا، انتم متخيلين المنظر، فبيخبط في حاجة تكسر له سنة، تكسر له سنتين ثلاثة. ده اللي حصل في قصة واحدة بريطانية في حفلة، فتاة بريطانية، البنت ديت كانت قاعدة في اسمها كاتي أوتامين كاتي، كانت في خروجة مع العيلة مع زوجها وصحابه وبتاع، وفرحانين بالخروجة وفرحانين بالسهرة وعملين بقى اللي يصوروا ومش عارف ايه، وفجأة تتعرض كاتي الى خبطة جامدة جدا وتفقد سنانها كلها بشكل دراماتيكي مخيف زي ما شايفين في الصورة اليمين. طبعا اللي احنا شايفينه، خلي بالكم شوف الفرق في السنان، يعني لو انتوا بصيتوا للصورتين، هي ديت مش سنانها وقعت، سنانها في حادثة، في خبطة، في لحظة فقدت سنانها، بس مع ذلك تشوف الوش وكأن الوش كبر فجأة. طبعا مع التكنولوجيا المتقدمة في عالم الأسنان قدرنا ان احنا نرجع تاني لكاتي بوشها الطبيعي، لكن ارجع اقول لكم تاني انه المخاطره بالسوشيال ميديا والفرحه طبعا، والحركات بقى اللي بتتعمل على التلفزيون اللي هو بقى حركات الخطوره، يعني صورني يا باشا وانا مثلا بجري جاريه جامده جدا فوق بتاع كده واتزحلق واطير مش عارف الكور واعمل حركات بقى اتشير بيها، على اشوف بقى الريتشي ولا مش عارف اسمه ايه دوت كام الف هيتابعوني، اصل انا ليا فولور، والنتيجة بتكون خطيرة جدا بالنسبة للناس دول. يا أخي ما فيش مشكلة يبقى لك فولور في اللبس، في الشياكة، في الفاشن، لكن بلاش في إنك أنت تكون مغامر أو بتاع حركات خطرة، لأنه السنان هي من الحاجات اللي بتدفع الثمن، من ضمن ممكن الثمن ده يكون أخطر كمان، يعني ممكن الثمن ده يكون إن أنت يجي لك إصابة خطيرة في العمود الفقري، لكن السنان ما هي برضو إصابة خطيرة. النهارده حوار ممتع جدا مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان، النهارده الحوار سيكون بالتفصيل، والنهارده في نقاط جديده كعادته في عالم طب الاسنان، دايما الحوار بيكون مع واحد من ميجا ستارز السنان النهارده وطب السنان الممتع جدا، مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكادي. انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكلي. الزراعه دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجه ناشفه عشان خاطر الزرعيه. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تاكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجه اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي،
استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع وواحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان، بيمتعنا بحواره الشيق دايما الأستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية عضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور أيمن، زي حضرتك. الله يخليك. قبل ما أدخل في المواضيع النهاردة وأنت جايب لنا مواضيع جديدة، كم واحد بيجي لك في الكلينك من الناس دي، من الناس اللي عاملة كارثة؟ لا كتير جدا، وخصوصا إن هو يعني شكله كله بيروح بعد ما يفقد أسنانه. احنا عندنا الضحكه هي اول حاجه بيقع عليها عين البني ادم واحنا بنتكلم مع بعض، فاول ما الاقي ان مفيش اسنان ده بيعمل لي اتراكشن ان في عندي مشكله، وده بيخليه يهز ثقته بنفسه. يعني دايما هتلاقي اللي عنده مشكله في اسنانه الاماميه قاعد بيضحك كده اهو، ما بياخدش راحته في الضحك، دايما هتلاقيه قافل بقه، هتلاقي دايما عنده مشكله في الكوميونيكيشن بتاعته. بس في نقطه مهمه جدا، كل حد بيتخبط مش لازم السنه تتكسر عشان يبقى فيه مشكله. يعني انا مجرد ما اتخبطت خبطه جامده في اسناني لازم اروح لدكتور الاسنان، لان ساعتها عصب السنه نفسه بيموت وبيتعفن بعد كده، ويبدا يعمل لي خراج في كيس دهني، بيعمل لي مشاكل تانية كتير قوي. فدايما انا بنصح اي حد اتخبط خبطه جامده في اسنانه حتى لو ما اتكسرتش لازم يزور دكتور الاسنان بتاعه. طبعا السوشيال ميديا خلت فيه يعني هرجله وجنون مش طبيعي. ما انت بتلاقي مثلا واحد يا عيني سايق موتوسيكل وماسك الموبايل بيصور، طب ده جنان ده. بالظبط، وفي جنان. اللي بيقعد فوق العربيه وهي ماشيه وينط من فوقيها مش عارف ازاي. لا ده دول مجانين، لكن انت مثلا انا بكلمك على ابسط الجنان. صح. هو سايق الموتوسيكل المفروض مركز. صح. وماسكه بايديه الاثنين وهو على عجلتين. لا المفروض ماسكه بايديه الاثنين، ساب ايد وماسك الموبايل راح. وبيكلم الحد في الموبايل او بيعمل بقى للفولورز بتوعه. الفيديو بتاعه يعني. بالظبط. فينشقلب مشكله بقى السنان دي، ابسط حاجه في قصه الحادثه ده، في عمود فقري وفي ناس بتروح خالص. اوكي. النهارده انت جاي لنا بموضوع مهم جدا اسمه العضه. العضه. ايوه. البايت. ايوه. ايه حكايه العضه دي؟ الناس تفهمها الاول وبعدين كلمني عن رفع بقى العضه. العضه دي هي تطابق الاسنان مع بعضينا، وده اللي بيخليها تمضخ. يعني طول ما هي مظبوطه احنا بنمضخ كويس. لازم تتظبط ازاي؟ لو احنا اسناننا معوجه ومش قافله مظبوطه لازم نبدا نعمل التقويم بتاعها عشان نقفل قفله مظبوطه. لو انا عندي ضرس او سنه ناقصين انا كده بدات احمل غلط على الاسنان بتاعتي اللي هي بالتالي هتسمع في المفصل بتاعي. تعالى نفترض، هنتكلم بطريقه مبسطه عشان نستفهمنا، لو باب اللي هو متعلق على مفصلتين او ثلاثه بدانا نعمل عليه حمل بشكل مش مظبوط، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل حمل زياده في حتت من المفصلات عن الحتت التانية. نفس القصه بالنسبه لمفصل الفك. طب ده بيترجم بايه؟ ايه المشاكل بتاعته؟ بيبدا يحصل التهابات في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانه. طب الغضروف ممسوك باربطه جامد قوي من كل ناحيه، هل هنعرف نحركه؟ لا. لو حصل له التهابات بتبدا الاربطه دي ترتخي، اللي بيترجم معانا بعد كده بصوت طقطقه. طقطقه ده بيبقى الغضروف طلع من مكانه ودخل، فبيترجم بالنسبه لي ان انا وانا باكل بسمع صوت طقطقه. طيب ايه المشكله بتاعت ده؟ المشكله ان الحمل على الغضروف بيبقى مش متساوي، فبيبدا يحصل تاكل في الغضروف في حتت اكتر من حتت، اللي بيخليها بعد كده تتقطع ونخش في عمليه وقصه ان احنا مش عارفين نقفل ولا نفتح بقنا. طيب تفادي ده ازاي وعلاجه ازاي؟ احنا بنتفاداه ان احنا لازم يكون عضتنا سليمه، نمضغ بطريقه مظبوطه عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على المفصل. يعني ناكل يمين زي الشمال، يعني ما عنديش سنان ناقصه، يعني ما عنديش سنان معوجه، فانا لو عندي حاجه من الحاجتين دول لازم ازور الدكتور. لو عندي صوت الطقطقه لازم اجري على الدكتور عشان يحلها لي قبل ما يحصل قطع في الغضروف بتاعنا. طيب لو انا لحقت سمعت صوت الطقطقه فجريت على الدكتور، في عندنا من اول ان احنا ناكل حاجات سوفت فتره ونبدا نشوف ليه الطقطقه دي حصلت. هل انا باكل على جنب اكتر من جنب بسبب نقص اسنان او حاجه زي كده؟ هل سناني معوجه؟ هل بجز على اسناني؟ ونبدا نشيل السبب بتاع المشكله دي. لو الموضوع تطور شويه بنبدا نعمل له حاجه اسمها رافع عضه. رافع عضه ده بيعمل ايه؟ لو احنا افترضنا ان ده راس المفصل، راس المفصل وده التكويف اللي في الجمجمه اللي بايت فيه راس المفصل، فهو بينهم في الغضروف، بنبدا نرفع العضه عشان نعمل سبيس يرجع فيها الغضروف لمكانه مره تانية ويحصل له عمليه الالتئام الطبيعيه. لو احنا سيبنا لحد ما يقطع الغضروف بتاعنا هنضطر بقى نخش في عمليه ترقيع في المفصل الفك وقصه. احنا يعني عمر ما المفصل، عمر حاجه بتاعت ربنا بترجع زي الاول طبعا.
فاحنا لازم نحافظ على نفسنا من الاول ان احنا ما نوصلش ان احنا عندنا التهابات في الـ في الـ في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانها. ولو حصلت لا قدر الله بدات الساينز بتاعتها تبان زي الطقطقه او زي وانا بفتح بوقي ما بعرفش افتح فتحه كامله او زي ان الفك بتاعي بياخد زي اس شيب ديفيشن يعني بياخد زاويه عشان اعرف اكمل الفتحه لازم اجري على الدكتور عشان يلحقني. عايز اروح لبرضه حاجه استهتار الناس بكلمه خراج او بكلمه كيس دهني. هقول لحضرتك على حاجه الموضوع ده موضوع كبير جدا. الموضوع ده بدا الاول كان تسوس صغير او خبطه زي اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه. بيبدا التسوس ده احنا سبناه يبدا ياكل ده عشان خاطر ما فيش فولو اب عند الدكتور بصوره منتظمه، يبدا يتطور يجيب العصب بعد كده يعمل خراج حاد بعد كده يعمل خراج مزمن اللي هو بيبقى اكل في العظم ويتطور لحد الكيس الدهني. الكيس الدهني ده بيتطور لامراض مش كويسه، يعني في انواع من انواع الاكياس الدهنيه التي تعامل معامله الاورام يعني بالاستئصال. فاحنا لازم دايما اي مشكله صغيره نبدا نلحق فيها اسناننا. زي ما احنا شايفين اللي فوق ده ده كيس دهني، كيس دهني ده اتقلب بحاجه اسمها اوكي سي، اضطرينا ان احنا نعمل علاج للاسنان ونشيل الكيس الدهني في عمليه جراحيه ونزرع عظم عشان خاطر ما يتطورش معانا ويبدا يصيب الاسنان اللي حوالينا. احنا ممكن نخسر الاسنان، ممكن يقلب معانا بامراض مش كويسه، ممكن يبهدل لنا الدنيا. ده صوره كيس دهني فوق، خسرنا الضرس كله اللي هو ده بس ده هنا بسبب كان علاج عصب ما كانش مظبوط، فبدا يجمع البكتيريا اللي بدات تضغط على خلايا العظم اللي هي اشتغلت بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي ان العظم بياكل نفسه. احنا عندنا العظم بيشتغل بنظامين عكس بعض سبحان الله، يعني احنا وشنا واحنا بيكبر بيبدا العظم يزود نفسه من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم ما بيكبرش بالظبط. نفس الكلام ده لما بيحصل بريشر على خلايا العظم بتبدا تاكل نفسها. احنا بنستفيد من الموضوع ده مثلا في التقويم، نعمل ضغط بمقدار معين على على السنه اللي هي بتضغط على خلايا العظم فتبدا تاكل نفسها من ناحيه الضغط وتبدا تزود العظم من الناحيه الثانيه فالسنه تتحرك من مكانها. فحاله البكتيريا والخراج والكلام ده كله الصديد هو اللي بيعمل الاكشن ده، بيبدا يضغط على خلايا العظم اللي بياكل نفسه. جسمي سبحان الله كديفنس ميكانيزم او نظام دفاعي يبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز عشان تبطن الاوضه اللي معموله اللي فيها الصديد عشان تقلل البريشر او الضغط على خلايا العظم. بس المشكله ان هو لما بيكتمل الابيثيليال سيلز دي في الاوضه كلها ده بيبقى الكيس الدهني اللي بعد كده بيتطور لحاجات مش كويسه. احنا عندنا ده حضرتك شايف تحت، احنا ده كل الابيض ده كان كيس دهني واحنا شلناه وزرعنا فيه عظم زي ما احنا شايفين. حضرتك كان متبقي بعد الكيس الدهني ال 2-3 مللي للفك، يعني ممكن الكيس الدهني ده يؤدي ان الفك نفسه يبقى ضعيف لدرجه ان اي خبطه تكسره. يعني كل ده كان عظم متاكل بسبب الكيس الدهني اللي قبليه. احنا شلنا الكيس الدهني حطينا زرعنا العظم ده بكميات كبيره، بعد كده عملنا فيه ايوه هنا زرعنا زرعات في المكان اللي كان فيه الكيس الدهني. يعني احنا هنا زرعنا العظم شلنا الكيس الدهني اللي هو مكانه فراغ حطينا العظم استنينا عليه 6 شهور وبعد كده حطينا الزرعات دي بنجاح الحمد لله. يبقى اذا الاستهتار بالتعامل مع الاكياس الدهنيه قد يكون ثمنه غالي. المسكن مش هو الحل، انت شلت العرض. احنا عندنا الطب بيقول لك وي هاف تو ريموف ذا كوز، احنا لازم نشيل السبب اللي ادى الى العرض، لكن طول ما انا بشيل العرض بس فالسبب شغال بيبهدل الدنيا اكتر. انتم متهمون على فكره دي جايه هتبقى حاجه لطيفه جايه قادمه قريب في حوارنا كده، بس انتم متهمون. انتم مين؟ انتم معشر اطباء الاسنان يعني هنحاول نبقى كويسين. لا هقول لك بقى الاتهام ايه. ماشي. انتم متهمون بانكم اعداء الاطقم المتحرك لسبب ربما يراه البعض انه يعني انتم كارهين الاطباء الاطقم المتحركه لان المعمل هو اللي بيعمل الاطقم المتحركه، انتوا مش عايزين المعمل هو اللي يتحكم في القصه. انا بكلمك بقى على فكره انا فخور ان انا متهم بده، مش انت بس، كل الفيلد الطبي كله. انا ضد الاطقم المتحركه لاقصى درجه. احنا بنستخدمها، انا بعملها مؤقت للمريض يمشي بيه لحد ما زرعته تمسك. مشكله الاطقم المتحركه ايه؟ اول حاجه احنا طول ما احنا بنستخدم الاطقم المتحركه وبنمضغ عليها بتبدا تتحرك بحركة تلخلخ الأسنان اللي هي ماسكة بمشابك فيها وتبدأ تعمل تآكل في السنة نفسها اللي بيخليها تتكسر بعد كده. يعني أنا خسرت بقية الأسنان الموجودة بسبب الطقم المتحرك. المشكلة التانية إن ده بيخليني معوضش
الاسنان المفقوده بزراعه، انا خلاص معتمد ان في طاقم متحرك وده اللي بيخلي العظم يتاكل. خلي بالك يا دكتور ايمن، اللي بيحافظ على حجم العظم هي الاسنان اللي جواه او البديل بتاعها. البديل بتاعها ده اللي هو ايه؟ الزراعه. عشان كده دايما بننصح ان اي حد بيخلع ضرس لازم يزرع مكانه عشان ما يبداش العظم يتاكل فيبوظ الضرس اللي بعديه وتبدا تكر، تسحب سنه في الثانيه لحد ما نخسر اسناننا كلها. فانا ضد الاطقم المتحركه لان انا بعد كده العظم بتاعي تاكل، بوظت الاسنان بتاعتي. نبدا نخش لو في الفك العلوي العظم اللي تحت الجيوب الانفيه بيقل جدا فبنضطر نخش في رفع جيوب انفيه عشان نرجعه مره ثانيه. فهي القصه كلها ان احنا عندنا القدره دلوقتي في 2022 ان احنا نعيش باسناننا بقيه حياتنا ثابته. ليه نخش في الهاسل او القصه دي كلها؟ فاحنا محتاجين ان احنا نفكر سمارتر او بطريقه احسن، ان انا عشان احافظ على بقيه سناني لازم اعوض بالزراعه عشان خاطر استطعم الاكل. الحساسات بتاعت الاستطعام مش موجوده في اللسان بس، هي موجوده في سقف الحلق بالجناب، بتستطعم الحاجات المالحه مثلا. فانا طول ما انا مغطيها مثلا بتركيبه متحركه انا ما بدوقش الاكل، فهل انا منطقي ان انا اقعد بقيه حياتي مش بستطعم اللي انا باكله؟ النكهه بتاعت الاكل فيها مشكله، فانا خسران نكهه الاكل، خسران سنان، خسران عظم. والعظم ده اصلا الشاسيه اللي مشدود عليه عضلات الوش وجلد الوش والكلام ده. فلما العظم بيكش عشان ما فيهوش اسنان هيبدا الشاسيه ده الحاجات اللي عليه تبدا تكرمش فيبان سن المريض اكبر من سن الطبيعي. احنا شفنا كاتي من شويه اللي هي بتخبطت بس كاتي تحولت وكبرت 10 سنين مثلا، كبرت في ثانيه بالظبط بعد يعني الحادثه فجأة بس وشها مش قبل، ده مش قبل وبعد في خلال شهور، ده قبل وبعد في يوم في ليله. طبعا مش هنتكلم بقى ان الطقم ده كل شويه هيوسع مننا عشان العظم كش، فهبدا ماشي ملازم دكتور السنان على طول يقع مني عشان خاطر انا عظمي كش وقدام الناس واحراج والكلام ده كله. زي ما احنا الوش شايفين بيتغير اهو، الوش نفسه اتغير. يعني بص حضرتك على الحركه المشهور، الحركه المشهوره كان الوضع عامل ازاي ناحية اليمين، الست كبرت قد ايه عشان خاطر خسرت اسنانها وما عوضتهاش. نفس الكلام هنا اهو، اللي هي الحركه اللي هي فيها دي فقد الاسنان بالظبط. روبن ويليامز الله يرحمه كان عنده مشكله فقد الاسنان وكان وشه بدا يبقى فيه التغير ده، صح؟ اعتقد انه برضه اهماله في التعامل مع الاسنان روبن ويليامز هو اللي خلاه ينتحر في الاخر، يعني من ضمن الاسباب. ما انت يعني من ضمن اشكال الاهمال في النفس او اشكال الاكتئاب. الاكتئاب بالظبط. هو اكتئاب مش ظاهر. بالظبط. لانه المكتئب انا ببدا اسيب نفسي خلاص. المكتئب على فكره ممكن تلاقيه قاعد معاك وبيتكلم وبتاع وهو بيفكر في الانتحار. صح. يعني دي خلي بالكم الحكايه دي. مظبوط جدا. هروح بقى لاتهام اخر، انتم متهمون معاك بانه عمليات رفع الجيب الانفي عمليات بالنسبه لكم يعني الى حد ما صعبه ومكلفه ماليا. عمليات الجيب الانفي، رفع الجيب الانفي بقت دلوقتي اسهل من سهوله، بقى في حاجه تكنيك اسمه كلوز ساينس ليفتنج، ان احنا بنرفع الجيب الانفي من نفس الفتحه اللي بنحط فيها الزرعيه. زي ما احنا شايفين الفتحه اللي موجوده الرفيعه دي، ده الضرس لما اتخلع بدا العظم عشان ما تعوضش على طول العظم يكش فالجيب الانفي كبر، ما بقاش فيه عظم نحط فيه زرعات. فبنبدا نفتح فتحه صغيره خالص من تحت زي ما احنا شايفين كده اهو. ايوه. ونبدا نزق منها ادوات بتاعتنا ونبدا نزق بعد كده سلاين مكانها. هي خرم صغير جدا لا يتعدى الملي ونص يعني. ونبدا نزق واحده واحده. هيزق دلوقتي السلاين بتاعها. ويرفع الجيب الانفي. ويرفع الجيب الانفي. بعد ما هيرفع الجيب الانفي يبدا يحط، ايوه كده رفع الجيب الانفي. يبدا يحط العظم بقى مكانها. اوكي. ويبدا يدي فرصه للزرعه انها تسود. بالظبط. ادي العظم بدا يتحط اهو، ملى السبيس كلها بالعظم، وبعد كده حط الزرعه في عظم. فاحنا تفادينا ده. هنا زي ما احنا شايفين الحاجات البيضه الواضحه قوي دي اللي عامله زي السحاب دي، ده رفع جيب انفي، دي العظم اللي احنا حطيناه، ده العظم بتاعه اللي هو الابيض، بس درجه البياض بتاعته بالزبط. اقل شويه من الزرعه. بالظبط كده. هتلاقي عامل زي سحاب يمين وشمال. يمين وشمال. بالظبط. ده احنا رفعنا الجيوب الانفيه دي كميات عظم كبيره. وانا عايز اقول ان احنا العظم اللي احنا بنحطه ده بيلتئم مع العظم بتاع جسم البني ادم، بيبقى حته واحده، لدرجه ان احنا هنا حطينا فيه الزرعات وركبناها وبقى المريض بقى باسنانه كامله. خلينا ما نقولش مريض، خلينا نقول الكلاينت اللي هو فقد اسنانه رجع له اسنانه مره ثانيه. هروح لاتهام اخر.
النهارده كل القعده اتهامات يعني. انا جاي هنا اتحط بس في الكورنر. ده مش اتهام بقى. هو ده يعني هو هقوله لك زي ما هو في دماغي كده. انتم متهمون مش انتم انت، لكن الفل الاسنان متهم متهم بحاجه مش انتم برضو، مش دكاتره او ربما الدكاتره. ليه ما بتتصدوش بالشكل الكافي للزرعات الرديئه بحيث ان يكون الموضوع في تجريم واضح لهذه الزرعات الرديئه بحيث ان الظاهره دي تختفي؟ مين قال كده يا دكتور؟ احنا بنتصدى ليها. مش بتكلم عن الدكاتره، هو مش دي مش دكاتره، ده هنا الكلاينت نفسه هو عنده مشكله. انا طول ما انا بسترخص وبدور على حاجه تحت السلم عشان خاطر ازرع اسناني، طب ما انا كده موافق ان انا يتحط لي حاجه ليست ذات كفاءه المناسبه. هنا ده الفتحه دي ده عظم متآكل بسبب زرعايه مش مظبوطه. احنا مريض جالنا قال لي انا زرعت من شهرين وعندي الم شديد على طول، فجايين بنفتح لقينا المنظر ده بعد ما شفنا في الاكس راي ان في كميه ريديولوسنسي او تآكل في العظم شديد جدا موجوده في الاشعه بتاعتنا، هي اللي ادت هي بسبب الزرعايه اللي هي مش مظبوطه. بقى في يعني مشكله ان بقى في ال 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 يعني التراست دي حاجه مهمه جدا. لازم تروح للدكتور تراستد بالنسبه لك، لازم تتراست الماتيريال بتاعته، الدكتور حرفه وتكنولوجي وخامات، ثلاث حاجات دول. ممكن يكون شاطر جدا بس خاماته رديئه، ممكن الانفكشن كنترول بتاعه ما يكونش كويس، ممكن يكون بيسترخص. طول ما احنا بندور على السعر قصاد الكواليتي احنا بنخسر كتير قوي. الكواليتي اهم حاجه في الدنيا، عندي صحتي في الاخر، انا مش هينفع احط حاجه في جسمي مجهولة المصدر. دي مهم قوي بقى. ولا هينفع احطها مع حد مجهول. فانا لازم حد تراستد مع ماتيريالز احنا فاهمين دي جايه منين. ولازم اروح عند حد بيخاف على اسمه كويس قوي. لان طول ما هو بيخاف على اسمه وبيراعي ربنا فانا هبقى ضامن ان انا في حته كويسه. زي ما احنا شايفين ان هي دي اكس راي باينه ان الزراعيه محطوطه والعظم اللي حواليها جري منها. المفروض اصلا الزراعيه دي عامله زي المغناطيس. تيتانيوم عامة بيجذب العظم ان هو يتكون حواليه. اوكي. زراعية تيتانيوم اللي احنا شفناه دلوقتي العظم الجري من الزراعية، ده بسبب رداءة الزراعية. اذا هي نوع من مش هقول ده تجاوز يعني تعبير اعلامي، اقول اتهام، لان مش متهم الفيلد الطبي مش متهم في الثلاث اتهامات اللي انا قلتهم. لا الطب الاسنان متهم بانه ما تصدش، لان دي مش قضيه دكاتره الطب الاسنان ان هم يتصدوا بس هو بيني وبينكم لازم كل دكتور يبين لمرضاه خطوره الزراعات الرديئه. بالظبط كده، هي اعلام اكتر منه دو طب باسنان، بس مسؤوليه اطباء الاسنان يبينوا الحكايه دي. مسؤوليه اطباء الاسنان ان هم لازم يبينوا للمرضى بتوعهم ان استرخاص في طب الاسنان نهايته سيئه. نهايته سيئه، انت تخسر عظمك وتخسر اسنانك. خلي بالك يا دكتور ايمن، هي بتبوظ العظم اللي حواليها اللي بعد كده بتسحب المشاكل العظم دي بتسحب للسنان اللي حواليها. فانت هتبدا تكر السنان من غير اي لازمه. وانهم بيبينوا للكلاينتس بتوعهم لماذا نكره الاطقم المتحرك. ما هي دي بقى مشكله من مشاكل ان انا قاعد بفتح وسائل التواصل الاجتماعي بدور على الارخص. مش بدور على الكواليتي، مش بدور على التراستد اكتر. دي مشكله كبيره. احنا المنطقه العربيه، وعلى فكره برضو يشارك معانا الشرق الاقصى بقى الهند وباكستان، المنطقه دي كلها، لان بلاحظ لما رحت هناك انهم عندهم مشاكل في السنان، تعويض السنان. تلاقي الناس ماشيه بخمس ست سنان فوق وخمس ست سنان تحت والباقي كله في الهواء. دي مشكله كبيره. دي مشكله كبيره. انا دلوقتي يعني انا دلوقتي خلعت، حصل لي مشكله. طبعا الميه والكلام ده بتبقى فيها مشكله شويه في اليمن. الحكايه دي بالظبط اليمن عندنا بيجي لنا منها مشاكل كبيره شويه في الاسنان. المشكله ان اهمالها هي اللي بتبوظ بعد كده العظم بتاعنا، هي اللي بتبوظ بقيه الاسنان بتاعتنا فتفقد الاسنان. المهم ان احنا مش مشكله، احنا دلوقتي عندنا مشكله في الاسنان، المهم ان احنا نتعامل معاها. خلعنا سنه لازم نعوضها. خلي بالك يا دكتور ايمن، خلع السنه ده مشاكله كبيره جدا على السنان اللي حواليها وعلى المفصل بتاعنا. زي ما احنا شايفين هنا، احنا خلعنا وما عوضناش. سبحان الله السنان اصلا في حاله حركه، كل واحده بتسند اللي جنبها وتسند اللي قصادها. لما بنخلع فتره طويله بيبدا السنان تميل عشان تقفل السبيس اللي ما بينها، تبدا اللي قصادها تطول. ده اللي خلى تاكل العظم بعد كده
بيكشف الجذور بتاعتنا وبيكون الجير. بعد فتره السنان اللي احنا شفناها دي هنخسرها. ده هنا اثره على مفصل الفك بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الحلقه، ان احنا بناكل بطريقه مش مظبوطه، عندنا ناحيه كامله وناحيه مش كامله، فابدا احمل على ناحيه اكتر من ناحيه، زي فكره الباب اللي احنا اتكلمنا عليها. فانت بتخسر مفصلك، بتخسر الاسنان بتاعتك اللي حواليها، تبدا يحصل سبيسنج، عشان احنا زي ما احنا قلنا سنان في حاله حركه، كل واحده بتسند لجنبها. هنا بعد ما المريض اهمل قرر ان هو يرجع تاني لحياته الطبيعيه، زي ما احنا قلنا يا دكتور ايمن دايما ان من حق كل واحد يعيش باسنانه لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته. ده هنا دي حاله زراعه، احنا زرعنا له الفك العلوي كله، احنا بنحط في الفك الواحد من 6 ل 8 زرعات، بنحمل عليهم 14 سنه وضرس اللي هي اسنانك كامله بتاعت الفك الواحد بدون دروس العقل. احنا ما نعوضش دروس العقل، عشان انا بشوف في حالات بتيجي زرعين دروس العقل بتاعتهم، انت مش محتاج تعوض دروس العقل. فاحنا من 6 ل 8 زرعات على حسب حجم الفك، على حسب حاله العظم اللي هي بتبان في الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد، بنبدا نحط عدد الزرعات ونركب عليها الاسنان بتاعتنا. خلينا نروح لقضيه ثانيه بقى مهمه جدا، نقل العصب، لان دي قضيه مهمه. نقل العصب دي 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 قصه، دي قصه جراحيه مخيفه، عملت نقله كبيره جدا، وفي نفس الوقت هي لازم عشان خاطر تعملها تروح لحد تراستد بيعرف يعملها. هي ايه عصب الفك؟ هو عصب ماشي جوه عظم الفك، بيطلع من عند الضرس رقم 4 و5، بيطلع عشان يغذي المنطقه دي، بيدينا الاحساس في المنطقه دي. لما بنفقد اسناننا فتره طويله بيبدا العظم اللي فوق العصب الفك ده، او فوق القناه اللي فيها عصب الفك ده، يكش جدا. تمام؟ فهل ده معناه ان انا مش هرجع باسناني مره تانية؟ فبنبدا نعمل له عمليه نقل العصب بالفك. هنا زي ما احنا شايفين اللي انا ماسكه ده عصب الفك، واحنا بننقله. ده هنا احنا طلعناه من القناه بتاعته، نبدا ننقله على مستوى تاني ونحط الزرعات في العظم اللي موجود. فاحنا كسبنا العظم، بقيت عظم الفك يعني طول عظم الفك، فبنحط فيه زرعات. اللي محطوط ده دي الزرعات الثلاثه اللي ورا بعض دول، دي زرعات، واللي انا ماسكه بالبروب ده عصب الفك بتاعنا. تمام؟ قدرنا ان احنا ننقله في امان، وحطينا الزرعات بتاعتنا، والمريض دلوقتي رجع له اسنانه كامله، مع انه هو لف كتير وقالوا له انت ما ينفعلكش زراعه عشان العصب الفك بتاعك، لا احنا نقدر ننقله دلوقتي. يعني هي ادتنا فرصه ان انا ارجعك تاني باسنانك بالظبط كامله، مش مجموعه القدامانيه. في ممكن تروح عند حد مش بينقل عصب الفك يقول لك انا هحط لك 4 زرعات قدام، هحمل لك عليهم 8 اسنان، وده اللي هينفع نعمله عشان انت خلعت بقالك فتره والعظم بتاعك تاكل. لا احنا دلوقتي نقدر ننقل عصب الفك ونكمل زراعتنا عادي خالص ونرجع باسناننا كامله. احنا بندور ان انا ارجعك زي ما كنت. لازم ترجع وتعيش حياتك طبيعي، تاكل طبيعي، عشان ده كله اثار جانبيه على الجهاز الهضمي وعلى صحتك وعلى 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 وعلى. لازم نفسيا تبقى عايش طبيعي، لازم ثقتك كلها ترجع لك مره ثانيه وانت باسنانك الكامله. برضو من الحاجات اللي بقى الاتهام، بس الاتهام بقى للناس فيها دي، ان هم ما بيتعاملوش مع الجير على انه قضيه خطيره. الجير ده اكبر كارثه في الدنيا. هو اصلا الهيجين دي حاجه مهمه جدا، اللي هي النظافه عامه دي حاجه مهمه جدا. اي حد المفروض من 4 ل6 شهور يروح ينظف الجير بتاعه. الجير بيعمل ايه؟ بيبدا ياكل، بيعمل بكتيريا، البكتيريا دي بتاكل في العظم اللي تحت اللثه وفي اللثه اللي حوالين الاسنان. سبناها، احنا مش شايفين ان في مشكله، في شويه جير، هبروح للدكتور. سبناها 6 شهور سنه، بيبدا التاكل ده يزيد 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 لحد ما السنان دي ما بيبقاش حواليها عظم، فافقد اسناني كلها. انا عندي ناس في سن صغير جدا 28 سنه و32 سنه خسروا اسنانهم كلها بسبب الجير ده. بتضطر بقى ان انت تروح تزرع له عظم من اول وجديد بدل العظم اللي تاكل، تحط له زرعات عشان تقوم له الفك كله مره ثانيه. طب لو انا العظم تاكل عندي والسنان دلوقتي بتتلخلخ، هل اسيبها لحد ما تقع؟ لا طبعا. طول ما السنان دي موجوده في مكانها هي عامله زي المسمار اللي في الحيطه اللي قاعدين بنعمل فيه كده اهو. لما بنعمل كده ايه اللي بيحصل؟ يبدا الحيطه نفسها بالظبط توسع، الحيطه نفسها تتاكل حواليها. هي نفس اللي بيحصل في العظم، يبدا العظم يتاكل حوالين سنه زياده، فبتصعب عمليه ان انا ارجعك مره ثانيه باسنانك. انا كده كده هرجعك باذن الله طبعا،
بس انت ليه بتصعبها علي وعليك؟ اول ما بتلاقي موفمنت لازم تروح للدكتور، اول ما تلاقي جير لازم تروح للدكتور، لازم اصلا تعمل تشيك اب كل من 4 ل6 شهور. ده مهم جدا، دي ثقافه لازم تتعلم في المدارس، لازم الاب يقولها لاولاده ان انت دكتور السنان ده حد انت بتزوره وبتشوفه كل من 4 ل6 شهور. خلينا نسمعك ابو العريف، لازم يفتح ابو العريف. ابو العريف في طب الاسنان فاتي ومخيف جدا، لانه مشهور على فكره فاتي، وبيبقى موجود جوه الصاله بتاعه الانتظار بين المرضى وبعضهم. دي مشكله كبيره، دي مشكله يعني، ممكن قوي لو احنا عملنا كاميرا بقى وتصوير فيديو لمرضى جوه عياده الاسنان يسمع حوارات، لا ما تعمليش كذا او اعمل كذا انا عملت كذا، ويصعب بعد كده ان انت تفهم المريض حالته ومشكلته فعلا فين. هو داخل متوسوس في ودنه بكلام ملوش علاقه، مشكله كبيره من اللي قاعد جنبه وكان فاد نفسه. تعالوا نسمع ابو العريف. يا باشا هو بطبعه حريص شويتين، كان فضله سنتين في الفك، قال لك استناهم يقعوا وازرع الفك على بعضه اوفر. الدكتور قال له هنزرع 6 زرعات يمسكوا الفك بالكامل. في العادي انا بستلمه تريقه لما يكون عاوز يوفر وما يعرفش، بس المره دي انا متعاطف معاه. ليه يا باشا يزرع 6 زرعات؟ 6 مسامير يحطهم في فك واحد مش بس تكاليف، العظم هيستحمل ازاي؟ ما كفاية يا باشا 3، واحدة يمين وواحدة شمال وواحدة في النص، هو هياكل ايه يعني عليهم؟ ما التلاتة هيمسكوا السنان اخر حلاوة. بصراحة انا اقنعته يصرف نظر ويشوف له طقم جاهز كده من غير زرعات، ما هو 6 كتير. هو ليه يا باشا دكاترة السنان ما بقوش حنينين زي زمان؟ كمية اشتغالات اشتغلها لنا دي مشكلة كبيرة، وعلى فكرة دي بتيجي فعلا كتير. يعني في حد يجي يقول لي فكه فاضي تماما، حط لي بس 3 زرعات بس عشان بس البرابريز، يقول لي كده هو بالظبط اللي هو الوش، يقول لي برابريز بالظبط كده. انا ما باكلش يعني، انا ما بطحنش. اول حاجة تعالى نتكلم كده، هي ايه الزراعات اصلا؟ هي اساسات العماره. هل انا ينفع اطلع 11 دور على عمودين؟ في ناس تقول لك ايه، انا مش عايز 11 دور، انا هطلع دور. فانت كده كده عملت الحمل بتاع وزن العضه بتاعك على، هو نفس الحمل على عدد عمدان اقل وعدد اسنان اقل برضه. فانت الحمل زياده اللي هيبوظ الزراعات ويبوظ لك عظمك. المهندس في القصه دي هو الدكتور، الدكتور هو اللي بيحسب الاوزان بتاعته ويوزع الأوزان. ويوزع ويقول ما ينفعش افتي في حاجه زي دي، لان انا مثلا انا شخصيا ما اقدرش اقول العماره دي تطلع على كم عمود وكل عمود فيه كم سيخ. نفس القصه المهندس مش هينفع يقول عندي محتاج كم عمود. توزيع الاحمال ده فن يا جماعه، ده جدا. تعالى الاسئله سريعه واجابات سريعه. السؤال السريع الاول، الاسنان الطبيعيه مش بتتعوض، كلام يعني الجمله الاولانيه حلوه جدا، الزراعة مش هترجع اللي راح. لا، الجزء ده بقى لا، انا مش موافق طبعا على الكلام ده. الزراعة هي الحل الامثل لتعويض الاسنان المفقودة، وهي اللي هتحافظ لنا على عظم الفك، وهي اللي هتخلينا ما نكبرش في السن بسرعة، وتحافظ لنا على الاسنان الباقية في عظم الفك. هي اقرب ما تكون للطبيعة. دي اجابة سريعة جدا. لا، اقرب ما تكون للطبيعة. السؤال التاني، لو في سنة اتكسرت هل تؤثر على باقي الاسنان؟ سؤال كلاسيكي. طبعا طبعا، احنا دلوقتي سنة اتكسرت، قلنا مش اتخلعت، اتكسرت. انا فاهم، ما هي برضه اتكسرت، عملت سبيس ما بين وبين اللي قصادها. اول حاجه السنه نفسها هتبوظ بعد وقت، هتبوظ وهتخسر السنه. تاني حاجه عملت سبيس، احنا قلنا ان السنان في حاله حركه، كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها، السنه اللي قصادها لازم هتطول في الحته المكسوره دي، لو هي مكسوره من الحته اللي فوق، السنه اللي جنبها لازم هتميل ناحيه الحته اللي فاضيه. طبعا احنا خسرنا السنه وبوظنا السنه اللي قصادها. السؤال الجاي ده سؤال مشهور جدا بقى، سني كبير، دي بداية الكلام، سن كبير وأسناني كلها وقعت ونفسي آكل، أعمل إيه؟ المشكلة دي ربنا يديها طولة العمر، جدتي أنا اتكلمت عليها كتير، لأن أنا أعز الناس لقلبي. وأنا كمان يعني، هي الله يرحمها ويحسن إليها. لا هي موجودة لحد دلوقتي، أنا ربنا يديها الصحة، دي أعظم حاجة. من 15 سنة كانت لسه، كانت الزراعة ما بقتش زي دلوقتي، أنا قمت جايبها وقلت لها أنا هرجعك تاني بأسناني الكاملة، كانت بدأت السنان تتلخلخ وتتعب والكلام ده كله. من 15 سنة أنا طبعاً ربنا يديها الصحة دلوقتي، هي لسه موجودة. 15 سنة كانت كبيرة برضو وكبيرة كبيرة، تمام؟ أنا زرعت لها الفكين كاملين،
وزرعت لها عظم الفك والنهارده لحد النهارده هي بتاكل بسنانها الثابته. ما شاء الله. يعني هي دلوقتي غرائز الحياه هي 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 بتستخدمها لحد النهارده، بتاكل بتستطعم عايشه طبيعي. وشها ما كشش ولا كرمش زي اللي بيحصل في ناس كتير بسبب ان عظمها حافظ على نفسه. فاحنا نقدر في اي سن ان احنا نوصل لاحسن نتيجه في الاسنان بتاعتنا. انت نورت وكالعاده ابدعت وخدتنا في نزهه جميله متنوعه النهارده. جاوبت اسئله صعبه جدا وفي مناطق صعبه جدا مثل العضه والتقويمات او تعامل مع العضه، مثل رفع الجيب الانفي، مثل نقل العصب. ايضا ذكرت قضايا مهمه جدا كنت انا فيها الخصم، او بمعنى اصح يعني كنت انا المتهم. مش انت، طب الاسنان صح. في التعامل مع مش متهم ولكن توضيح صح. يعني هل طب الاسنان يكره تماما الاطقم؟ نعم. البرنامج هنا ان هو بيفهم الناس، انت بتاخدش المعلومه وخلاص، انت بتفهمها بطريقه علميه مبسطه. والزراعه دلوقتي بقت سهله، احنا بنحط الزراعيه في دقيقتين ثلاثه، فانت يعني الفك الكامل اضرب دقيقتين ثلاثه في ست زراعات، فالدنيا بقت اسهل وتقدر تعيش حياه احسن باقل تعب. والانسان في الاخر لازم يكون حريص على اسنانه. ارجوكم خلي بالكم من سنانكم، ودايما جزء من حياتكم وجزء من جدولكم الاسبوع يكون جزء منه في عياده طب الاسنان. مش كل اسبوع، ممكن كل شهر، حسب بقى. كل اربع شهور، كل اربع شهور بالنسبه لمريض السكر. كل شهرين بالظبط. يعني على الاقل. لكن ما فيش يا اخي، انت بتعمل صيانه لعربيتك، اعمل صيانه لاسنانك يا اخي. ده في ناس بتتفاخر بانها بتعمل صيانات لليخت بتاعها، يعني بنتكلم على ناس تانية بقى، مش بتكلم عن الناس. في ناس ما عندهاش العربيه، لكن ماشي. لكن تبص اللي يزعلك ان الناس اللي بتعمل صيانه لليخت ده وعندهم يخوت وعندهم عربيات، تبص لاسنانهم تلاقيها بايظه. ده حقيقي، ده بنشوف. يبقى انت بقى ساعتها بتضرب كف بكف. اعمل صيانه لنفسك. تضرب كف بكف. الراجل اللي يعني عنده يخوت، عنده يخت وعنده عربيه وبتاع، وقاعد كل يوم في الحته الفلانيه الحته العلانيه، سنانه كده؟ لا، دي تزعل بقى. يعني حتى الناس البسطاء برضه لازم ياخدوا بالهم من سنانهم. ومفيش حته في مصر دلوقتي اللي ما يقدرش، كل الاسعار متوفره و قلب الدكاترة حنين برضو على المرضى. نورتنا وشرفتنا. أنا تشرفت بحضرتك. ضيفي العزيز ميجا ستار، عالم طب الأسنان، أستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان، والمؤسس لمركز مكادي. نورت وشرفت الدكتور كالعادة. شكرا دكتور. خليكم دايما مع الدكتور.